السلام عليكم الحباب، ان شاء الله راكم بخير. مرحبا بكم في الحلقه الخامسه من حصه مازموري. الحلقه تاع اليوم اللي حيكون فيها الضيف تاعي هو ابن، وكما نقولوا حنا الابن الوفي لفريق وداد ادبي بوفريك، هو وليد حزي. تابعونا. بون، السلام عليكم محمد، مرحبا بك في داري. كما يقول لك شرف كبير هذا يا راك جيت لي اليوم. بون بيان سور، معك وليد حزي من مواليد 1 جون 9 جانفي 91 بليده. بون مي خرجت تربيت في بلديه قرواو، اللي زدت هنايا وتربيت هنايا. بون كما يقول لك الكاريير تاعي تربيت هنا لي كاتيجوري تاعي كاع من المينيم حتى جينيور. مي بون مينيم تاعي كانت هنا في قرواو، ابري هبطت البوفاريك. من عاودت كامل الكاريير تاعي من المينيم كادي جينيور حتى سينيور. بعديك تنقلت لاتحاد بليده، من اتحاد بليده عاودت وليت البوفاريك، ومن بوفاريك رحت سولوزلان، من سولوزلان عاود وليت البوفاريك، ومن البوفاريك عاود تحيت روحي رحت نجم مقرا، ومن نجم مقرا عاود وليت البوفاريك. بون ما يخ العام اللي وليت فيه البوفاريك ما يخفالكش عيطولي، كنت في فريق سولوزلان، وابري ما عيطولي بوفاريك عاود وليت ليهم. شغل كما يقولك بصدر مفتوح، شغل كما يقولك واحد عاود ولي البيت تاعو. كما يقولك كي تناديك الام تاعك لازم تعاود تولي ليها. عاود وليت بوفاريك وعقب تاع عام كما يقولك سي با بيان، ماشي مليح، عام طحنا فيه كامل. ابري لي جوار كاع راحوا في ذاك العام، قعدت غير انايا عامين اللي موراها. كانت الوداد في ما كانتش في احسن احوالها، وباش نقول لك قعدت السنة شغل كان عندي هدف، وعندي هدف مع فريق بوفاريك. يعني قبل ما اي اهداف تاع مناصر ولا حلم مناصر، انا كمناصر قبل ما اكون لاعب وداد بوفاريك، يعني كان حلمي اني نحقق الحلم هذا يا باش نطلع معها ناسيونال دو، ندي معها ان تيتر، وبوركوا با شغل ناسيونال ان ولا لا لا. وكما قال لك هي جايتنا مليحه في لاكوب، وبوركوا با علاش نفرح ونفرح مع الانصار كامل، وتكون عندي ذكرى اجمل ذكرى في حياتي مسيرتي الكرويه. نعم كان عندي عروض، يعني كانت عندي حمر عنابه باتنا مولديه باتنا بين مولديه باتنا وشبيبه باتنا، وكانت عندي ثاني كما فايوانت شبيبة بيجايا، يعني ما حبيت. وكانت كانت الزاوية، يعني شغل حبيت نقعد في بوفاريك. يعني كان عندي ظروف شخصية ما حبيتش من بعد، لكن زفافي كان قريب، شغل سبور صالي ما حبيتش من بعد وسبور صالي. قلت لك كان عندي اوبجيكتيف، يعني شغل العهد تاع الوالدة تاعي والعائلة تاعي كامل، شغل حلمهم كاع باش نطلع مع الفريق وندير باركور شباب. وقلت لك بوركوا با نتوج مع تيتر ان شاء الله. يعني طموحي كلاعب وكي اي لاعب، يعني كان طموحات كثيره كما يقولوا ما يخفاش عليك، مي الطموح تاعي الامبورطون والكبير هو شغل نتوج مع وداد بوفاريك بالكاس الى كتبها ربي بيان سور، والصعود الى من القسم الثاني الى القسم الاول في وداد بوفاريك ان شاء الله. حقيقة الوضعية الحمد لله، شغل الوضعية كما نقول لك جد مريحة في الفريق. يعني قبل ما ندير فريق درنا عائلة، وشغل كاع خاوة كاع سوليدار كلها كاع كيف كيف، ما كاش الفرق ما بيناتنا. شغل الحمد لله، شغل كاين لاعبين ممتازين ولاعبين نقول لك خبرة بيان سور، يعني ما يخفاش من غير الكريم وتسعة تجار امين طواهري فاتح كريفالي وكما زاد راح عادل بوغروا.
يعني كشغل اندمج الخبره مع الشباب، والحمد لله كشغل عندنا فريق، ما عندناش فريق تاع فرديات، عندنا فريق جماعي الحمد لله كشغل اللي خلاتنا تخليك توجور مرتاح يعني، وكل بنت مشاو بمنهج وعقليه واحده. بون ما يخفى عليكش المقابلات تاعنا تاع مقابلات الكأس يعني مقابلات مختلفة، شغل كل كما نقول كل ماتش كان عنده امبورتونس، مقابلة الكأس يعني يتفازوا ما يتلعبوش يعني. كان عندنا المقابلة الأولى نشفالها مع القليعة، نجم القليعة يعني شغل ما نكذبش عليك يعني، في الله محمد لاسيت هو غطانا واحد الكلمات قالنا باللي انا لازم معايا ما تخسروش يعني، الحمد لله تمشينا على الهدف تاعو حنايا ما نخسروش وكملنا يعني، ربحنا الماتش تاع قليعه ومن بعد زدنا الماتش تاع عين الدفله وزدنا الماتش تاع اتحاد وهران يعني، ومن بعد كي توصلنا المقابله تاع مول الجزائر يعني دخلنا كما يقول لك دخلنا ب استمتع ومتعونا يعني، احنا نستمتعوا وبيبليك يستمتع وشغل اللي كتبها ربي مرحبا بها. شغل كانت شغل كما يقول لك لا كوب دالجيري مخصصا للاعبين، ما تاع اداره ما تاع حتى واحد، خصيصا تتلعب بها اللاعبين، والحمد لله كما شفت المقابله هذيك يعني دخلوا الانصار بقوه يعني، كتشوف بيبليك هكاك يعني تزيد في الروح تاعك سبحان الله. شغل الحمد لله ربي ما خيبنا شو تفوقنا في ذاك المباراة يعني، زدنا لعبنا مع مدية وهران، زدنا كونفيرمينا في الماتش تاع تاع وهران يعني بالمقابلة تاع مدية الجزائر، ما كانت صدفة يعني درنا كاع اللي عدنا وكملنا يعني، كنا في منهج في راسنا يعني تاع ما نخسروا حتى ماتش، والحمد لله ربي وفقنا ومشينا الباركور تاع كما تاع الكاس الجمهوريه اللي انا واصلين حد الان للربع النهائي يعني، هذا هو ملخص يعني. ولحد الان دوك ولينا اوبجيكتيف بعد ما كانت حلم يعني اوبجيكتيف يعني، حبينا نحققوا المرحله اللي حققوها الوالا في 97 اللي وصلت وداد بوفاريك للنصف النهائي، بوركو با حنا نوصلوا للنصف النهائي والنهائي ونجيبوها للدار ان شاء الله. لأن اللاعب بعقلية مناصر. بون رأيي ما أقولك شعور غير متوقع يعني، مش تهدر عليهم قليل يعني شغل في الحقيقة والله العظيم، شغل كل ما تدخل تيرا هكا تشوف بيبلي كيما هذا فريمون شغل زيد طلع لك في المورال، زيد لك نقولوا حلاوة اللعب وكذا منه يعني، والله الحقيقة جمهور رائع في المستوى يعني، مني نشفى انا كنت نريح معهم في تريبي الصغير ونسيبورتي معاهم يعني، قعدوا هما والحق في الوقت الحالي شغل زادوني مع خرجوا الاطراز وكامل يعني، والله حقيقة الجمهور في المستوى رائع بزاف وما يستحقش المكان اللي راهو فيه، هما موت على ناسيونال ان الجمهور يعني يقعد توجور خلفنا، ونشكروا مع الباركور هذا اللي مدارينه معنا ويقعدوا توجور خلف الفريق يعني، الفريق قبل كل شيء يعني، الفريق بنا فريق تاعهم ونشكرهم بزاف 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 بزاف، وشغل كما نقول لك حب موصول بيني وبينهم، وربي يحفظهم ان شاء الله وان شاء الله يفرحوا بزاف بزاف بزاف، باسكو سوفروا بزاف والله العظيم، شغل سي فري صح سوفروا بزاف على الفريق صح يحبوا ليكيب والله، شغل ماشي يعني جميع مناصر صح اللي جميع واحد شوف ولا عفسه صح يحب ليكيب، شغل فريمون شغل نحكي لك في الموسم الماضي فقط فريمون تشوف قدامك يعني جماعه من الناس هكا يبكيو قدامك، مش حاب نتفكر الايام هذيك فريمون، ان شاء الله ربي يعطيهم على حسب قلبهم ان شاء الله يفرحوا بزاف ونفرحوهم ان شاء الله وربي يحفظهم ان شاء الله. في يعني بس سقطنا من القسم الثاني، القسم الثاني محترف يعني حتى باش وصلنا القسم الثاني هواة يعني، كان العام الخاص العام نقولوا العام والخاص هي عارف الامورات اللي صارت يعني، صارت كثير ما نقولكش نذكر لك كثير كثير كثير،
من الحاجات الامبورطون، الحاجه الصحيحه، الحاجه اللي خلات الفريق باش يوصل هذا. يعني كيف ما قلت كان سوء تسيير، يعني ما كانش تسيير مليح في ذاك الوقت، ما كانش تسيير بيان، ويعني والنيه، يعني ما كانش النيه، ما كانش النيه بزاف في الفريق. الموسم الماضي يعني بخلاصة عامة، يعني باش نهضروا ديريكتومون، يعني أول حاجة كما نقول لك التسيير، يعني الدار تتبنى من الساس تاعها. يعني ما كانش العام اللي فات ما كانش كاينة إدارة، يعني بشكل ما كانش كاينة كاع إدارة، يعني الفريق جات إدارة من بعد راحت خلات الفريق انتدابات ويجيبوا من بعد حوزوا 13 جوار، يعني تخلطت في بزاف صوالح. سي بور سا قلت لك يعني تسيير اهم حاجه في كما تسيير في حياتك، تسيير امورك الشخصيه، يعني تسيير اداريه، يعني في اي عفسه في اي ميدان. وتانيك بسبعه انهزامات متتاليه، يعني العام اللي فات كنت عايش في كابوس، يعني والله العظيم كي نقول لك والله ما نرقد، سيك والله ما نرقد، ما تنجمش ترقد كاع، ماشي اليز، يعني تدخل شغل كي ندخلوا نلعبوا واحد ضغط رهيب، يعني شغل بريسيون كحله، شغل ما تنجمش، شغل قلبك يتزير، خايف، شغل ما تلعبش اليز، يعني بزاف صوالح، يعني شغل الحمد لله، شغل بعد يجي الحمد لله عاودت شو نقول لك البوفيك عاود تلمت بيناتها، يعني هاك الانصار، لان الحاجه اللي عجبتني العام اللي فات يعني الانصار امنوا، والله والله شغل العام اللي فات شغل امنوا بامنوا، شغل واقفين مورانا، يعني قلت لك العام اللي فات يعني كيما بكاوش بكاو واقيلا واحد 16 خطره، كل دوره مساكن يبكي، كل ساعه خام خسروا ام طاحوا. بون العام اللي فات كيما طحناش العام اللي فات، قلت لهم والله ما طيح بوفارك، قلت لهم والله ما زيد طيح مادام العام اللي فات ما طحناش، قلت لهم ما زيدش امبوسيبل، باسكو شغل كيما يقول لك معجزه، معجزه سبحان الله، شغل ربي هي هكا رايحه للهواء وربي يسلك فيها، ولي زيكيب ما كانش الديكالاج تاع لي زيكيب بزاف، شغل ربي سبحان الله، شغل شاف دعوه الخير راهي عليها. وكشون قلت لكم بعد كده جات إدارة جديدة الحالية اللي راهي معانا، يعني ما يخفالكش عندها قريب 3 سنين، تروح تعود تجي، يعني كان باش راحت جات معانا العام الأول، من العام اللي طلعت فيه مقرا هما كانوا معانا، جا وحق تاع ربي سمدوا دراهم من جيابهم. بعد كده العام اللي فات كان بروماولهم وما طولهم والو، تخلوا على الفريق راحوا، يعني جات باكا اداره واحده اخرى ما قاموش بالواجب تاعهم، ما كانتش الانتدابات تاعهم، قلت لك حوزوا لي جوار وكامل. ايوم بديكا دوكا راهي مع عودت، هي جات سلكت الفريق، يعني شغل شئت ام ابيت ليكيب، بس سلكت بيها، يعني بالاراده تاعها، بدراهمها، بالمدرب حسين ياحي الله يذكره على خير ان شاء الله، نحييه من ذا المنبر، وكما يقول لك باب الثاني دايرو بالنسبه ليا، يعني شغل بشخصيته بعقليته وبالاداره هذه باموالها، يعني وقفت على الفريق هذايا والحمد لله، كان عندها مشروع راهي وصلت به المشروع لحسنه ان شاء الله، كما يقول لك لا بروف خدمتهم راهي بانت، شو اعمالهم كي تجاوب بحسن النيه، النيه قلت لك في اي دومين، يعني ما نكذبش عليك النيه هي الصح، نيتهم اي وين لحقتهم، اي حبوا فريق دوكا وراهي والحمد لله يا ربي. الام الثانيه، باسكو كاين ام ولدتني يما، يعني من برا نحيها ونحبها ونموت عليها، وبو فريق الام الثانيه، يعني غاليه عليا بزاف، اللي رباتني ترعرع ورعتني وكلش. والدية وخويا رابح وخويا مصطفى وعائلتي كامل. كيفاش يعني عاونوك هذوك باش تنجح؟ لا الحق تاع ربي، عاونوني في كلش، بزاف 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 ناس، شغل باش ما شغل بالعامية كما نقول لك، بزاف ناس شغل جميع واحد يحبك كذا منه، شغل حب لك الخير، شغل كاع شغل حق تاع ربي، كاع جاو يوروا لي يقولوا لي وكذا، شغل مين اللي بروش بزاف عليك، شغل والديك، شغل والديك، مام خويا رابح، مام خويا مصطفى، شغل كيما يقول لك شغل كي يشوفوني غلط يوروا لي ها واش دير ها واش ما ديرش، شغل السبب النجاح تاعي شغل العائله، الاهل وصحابي، ما ننساش شغل كان جميع واحد يعرف والدي تحزي وكان في الحومه تاعي وكامل،
فهم كانوا كاع سبابي مام لي زونطرينور تاعي اللي جست عليهم شغل جميع واحد دربت عنده ولا يعرفني هكا شغل سيرتو في الحومه هنايا شغل كاع كانوا الحق تاع ربي شغل كاع كانوا يوروا لي شغل كاع يعرفوني باللي انت هيك شغل نسمع شغل نسمع هكذا من الفضل الكبير للاهل الاهل. لا صافي بليزير شغل بليزير كبير تلعب مع اخوك هكايا شغل نحاول شغل الحق تاع ربي شغل كي كما يقولوا كي كنا نلعبوا هكا نلعب في ماتش واحد نروح غير انا نديفوندي غير جهته ولا هو يديفوندي غير جهتي شغل زين نتعاونوا انا والاخر شغل تاع ربي سهل بصح انا وياه شغل نتعاونوا الحق شغل ولا غير بليزير صافي بليزير تلعب مع اخوك كبير عليك هكا شغل ولا غير الحق تاع ربي صافي ان كرون بليزير شغل ميم شغل يما كانت تحب هكا تقولي كي نحبكم كي تلعبوا كيف كيف باغ اكزومبل ما دومو لي دوب ما دومو لي شغل ضدنا الاكزومبل بيهم شغل الحمد لله شاءت الصدف لعبنا كيف كيف لعبنا في بوفيريك وفي نجم مقرا. بون ما يخفالكش بلي كي يكون قائد فريق انا ولا كريم سي نفس الشيء يعني شغل نفس الشيء شغل انا ولا كريم مام كريم يعتبر من قادة وداد بوفاريك يعني كان زمان يلعب في بوفاريك يعني قديم عليا اون بليس شغل باب الاحترام ومن باب القدر شغل غصبا عنك انك تعطي له الكابيتان هو يرفده من المستحسن والحمد لله كما نقول لك شرف كبير يكون تلعب مع كريم ويكون قائد فريق تاعك يعني هو ولا انا ما عندناش نفس الاشكال يعني هو ولا انا كيف كيف. بون في الحقيقه نجم مقرا عقبت كما اقول لكم عقبت هي ايام جد رائعه عقبت ايام رائعه بزاف ثم في مقرا حق الناس بطبع ناس كرميين فريمون فريمون حسيت روحي في البيت الثاني وسيرتو مع بزاف ناس ثم عشرتهم بالحق تاع ربي نعم الناس ونعم الاخلاق وشغل ذكرى جد جميله شغل بالنسبه لي في برا عشتها كاير بوفاريك هي في مقرا الحق تاع ربي شغل الناس كرميين ناس بالطبع سيرتو الانصار تاعهم يتحبوا بالخف شغل بالخف عندهم هذيك الكرم تاعهم ما شاء الله حسيت كيما يقول لك حسيت روحي في بيتي الثاني ما حسيتش روحي براني كاع. كونتر مسيله اللي ربحنا بخمسه مقابل اثنين مسجلت هدف. شو نقولوا يا محمد هني فريمون توحشتو بزاف لا توحشتو بزاف توحشتو بزاف بزاف فريمون الكندا اللي صرا له فريمون قاسني والله العظيم فريمون صح قاسني باسكو شغل الاخ الصديق شغل نحبو من عند ربي نحبو كيما يقول لك ربي يطلق صراحه ان شاء الله ان شاء الله يعاود يولي لينا ويولي اهله ويصبر اهله ان شاء الله من المنبر هذا نقول له ان شاء الله واش راح دير خويا صبر وربي يكون معاك ان شاء الله خويا وتولي لنا في اقرب وقت ان شاء الله. واش نقول لك الا جات بوركوا با دونك كلشي مكتوب ربي خويا سليم وان شاء الله انا شغل ماذا بيا نقول لك واحد كي يتعلق بالام تاعو ما ينجمش يبعد عليها الا كتب ربي ولا لا لا الحلم تاعي هو ان شاء الله نبروغريسي في الشامبيونه ونقعدوا الاول ان شاء الله وندي ان تيتر مع في الشامبيونه ومام طون كوب دالجيري نلحقوا بعيد وبوركو با ندوها ان شاء الله وان شاء الله كل شيء مكتوب ربي دوك ربي لو كتبها لنا ان شاء الله بوركو با ان شاء الله. يا ليلو خويا واش نقول لك نهار اللي تجي ليا نهار اللي تجي ليا نجي نلعب عندك في تيارك وفي تيارت
ومام طو عندي صاحبي بورياح ميلود بطاطا وخويا ليلو نبغيك بزاف بزاف ان شاء الله تزورني في اقرب وقت. بعثني ان شاء الله قلت لي نجي مع وهران وما جيتشتنا ان شاء الله مع بالسكره تجي. نقول لك كل شيء مكتوب ربي كما قلت لك شغل فريمون ما نجمش من بعد على بوفيريك والله العظيم تقول هاكا نجي نروح سبحان الله نعاود نريح فيها. شنو نقول لك يا خويا كل شيء مكتوب ربي دا جم. شنو نقول لك الا جات ورحت سينيت في ايكيب واحد اخرى جيت وانا ماذا بيانك نقعد هنايا باسكو كما نقول لك واحد ما يجيش يخرج من دارهم. يلا جا كما نقول لك الا جات كل شيء مكتوب ربي ان شاء الله. جابو مانيستر ابو نجاح قبل ما يطلع بيه كيف الحراش نسيتهم كاين فريوي سامي صايب موسى صايبي تاع الحراش زردوم حاشي حميدي عيساوي ممكن كاين بزاف. لان الفريق كله يدافع ما كان حتى سبب يا صح كنت في اتحاد البليده بعد شكون قلت لك تعيط لك الام تروح ليها تجري دونك من البليده راه ديريكت البوفاريك ما غير البريده كانوا اتصلوا بيا باش نجدد العقد تاعي انا باك شو كي عيطت لي بوفاريك شو رحت لي البوفاريك. حتى مشكل علاقة جيدة الحمد لله كأخ ومدرب كاع المدربين كما يقول لك ماشي مدرب اي مدرب وطريقة عمل تاعو يعني شغل ما يخفالكش كاين شغل من الصغر وتجي شغل من الصغر ويجي حق ربي كرمني بمدربين ما شاء الله ما شاء الله والله شغل ندالك شغل من الشيخ حسين الشيخ ناجي الشيخ كريم صوالح ميراسي زيدان فتح الله حتى كما يقولوا اسمه يا ربي حتى جانا الشيخ تاعنا حسين ياحي من بخر من حيه قلت لك دايرو كأب ثاني ليا هذاك ولاسيت وبوجلة وسليم العاب المنساش العريبي شيخ العريبي سي شيخ العريبي اللي فريمون حييت عقال ما فريمون هو والشيخ جابري هني ويوسف خلفاوي وبرتيل تاع بليده ومهدي دفنون ولياس خويا ولياس بوحنيش مع ايدير بيان سور. عشرة عميديا تيران كنت عشرة. علاش وليت مدافع؟ سبب تاعي من الشيخ ميراسي ميراسي هو سبب شو باسكو كنت لعبت من يوتيرا قال لي انت اكسيال الحمد لله شغل بين هذاك العام صرا مشكل بيني وبينه غير على جال هذه تغادرت الفريق في الحصه التدريبيه قلت له ما نلعبش في الديفا ما نلعبش خمسه سونترال قال لي تلعب سونترال قلت له نلعب مليوتيرا بوستي مليوتيرا قال لي تلعب سونترال قلت له قال لي نشوفك تنجح حتى سونترال الحمد لله يا ربي صدق وصدق له سونترال الحمد لله. والشعب والفريق تاعنا السنه
والشعب والاداره الحمد لله شو راهم كاع متكاتفين كاع في عم كاع كامل يد واحده. سبورت هذه الحاجه اللي تفرح والحاجه اللي تفرح بزاف شغل اللي المناصره اللي سبورتير راهم راضيين علينا شغل مجازو في عاودنا رجعنا الهيبه تاع بوفاريك تاع زمان هيك ما اقولك باش تربح في بوفاريك اذا ربحت في بوفاريك تدي الشامبيونه ولا لاكو دونك شغل الحمد لله رجعنا الهيبه تاع بوفاريك تاع زمان هذيك وشغل هذه هي اللي حاجه تخليك فرحان كي تكون انت فرحان باش تكون فرحان باسكو السبورتور تاعك راه فرحان هذيك هي شغل راه راضي عليك هذه هي الحاجه اللي تفرح كاع. وداد بوفاريك ليفربول بلايلي بلاب نيستا اللي حاوزوني بوفاريك بروميير اني تاعي في 27 في رمضان بون ما باش كيفاه كنا ثلاثه اللي جوار كنت انا ومحمد هني الله يطلق صراحه ان شاء الله بالمناسبه غادي نحييه وربي يطلق صراحك ان شاء الله ويخفف عليك ان شاء الله ربي ان شاء الله نشوفك عن قارب قدامنا ان شاء الله خويا ونحبك بزاف صاحبي خويا محمد. قلت لك كنا احنا ثلاثه وواحد ثاني كوليد حومه هنا من كربوش ورؤوف حمداني يعني احنا كنا اربعه شدونا 15 يوم احنا معاهم نونطريني كامل ابري من بعديك في 27 في رمضان في 27 جاو لينا انت فلان 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 كان اونترينور بالحليمه جاو سقسي جا حكمنا تا ما زيدش تجي انا شغل صيفتي شغل حضرت مع عادي شغل ما تاع درت الخنش تاعي ولا سمير عف ساكر قلت له الشيخ علاه قال لي انا خاطيني تعجبت كي قال لي انا خاطئ يا مبديك سبحان الله كما يقول لك بكيت صح من قلبي ذاك النهار شغل غاضتني عمري جامي غاضتني عمري كما ذاك النهار شغل في 27 رمضان طلعت مغنوط سبحان الله ربي كما يقول لك قبل ما يجي يغلق باب يفتح 10 الحمد لله اللي كذا عزوج تاع صباع عيطت لي الاتحاد تاع البليده غدوة من ذاك روح سينيت في البليده والحمد لله يا ربي. هي مع بوفاريك حسنا راهي سنا شغل صافي بديت شغل داخلين من الباب جامي دارتها جامي صارت في بوفاريك شغل اللي رانا وصلنا النتائج هذه الايجابيه شغل ما خسرنا حتى ماتش وصلنا لحتى 21 مقابلة بدون انهزام باركور ميور باركور في حياتي وفي البوفاريك ثاني بون في اخر كلمة واش نقول لك خويا محمد الله ان شاء الله نكون خفاف عليكم ما كناش تقال ونشد نشكرك انت بزاف 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 الحضور تاعك المنزل تاعي هذا يشرفني بزاف والحاجة اللي نقولها نشكر جميع أنصار وداد بوفاريك وجميع واحد محب البوفاريك نشكرهم بزاف بزاف على الروح تاعهم فوق المدرجات اللي صنعوها لمدة طيلة المقابلات شغل شي فرح بزاف 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 ونشكر اللاعبين تاعنا اللي حق 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 تاع ربي شغل فري 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 ريزوم فري ولاد فاميليا فري ولاد عائلة عاقلين بزاف الناس خدامه الناس جات بنيه طيبه بحسن النيه تاعهم ما يقول لك الحق تاع ربي الفضل هذا كاع يولي كامل 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 يولي للمدربين والمسيرين الاداره بخاصه عامه شغل هي بصفه عامه شغل الاداره هي شغل اللي خلات ذا الجو هذايا شغل هي دخلت بنيه صادقه تاعها شغل الحمد لله يا ربي يعني يقول لك الانجاز هذا رانا دايرينه بفضل كي يقول لك الساس كي يكون الساس مليح هذاك هو صح دونك الحمد لله نشكر قلت لك جميع 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 انصار وداد بوفاريك وجميع واحد محب البوفاريك ان شاء الله الله يدوم الفرح في بوفاريك ان شاء الله وتعاود تولي بوفاريك القسم تاعها المفضل هو القسم الاول ماشي القسم الثاني
باسكو بوفاري قيمتها في القسم الاول ان شاء الله تعبد العام الجاي ان شاء الله بوركوا باز يلعبوا على الصعود ان شاء الله ويطلعوا القسم الاول وهكا تعاود ولا رولي الروح تاع بوفاري تاع بكري. والحاجه الامبورطون هي اللي نشكر يما 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 وبابا العائله لا فامي دارنا كامل فريمون ان شاء الله بفضلهم كامل اللي رانا هكا بدعاويهم بكل شيء شغل فريمون نقول يما وبابا وخاوتي كاع نحبكم بزاف 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 وكاع نسابي فاميلتي كامل ان شاء الله ما كنتش ثقيل عليكم وتهلاو في رواحتكم مع عدد مقبل ما محمد زموري ان شاء الله مع لاعب جديد ان شاء الله. السلام عليكم احباب، ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه تاع اليوم. كالعاده ما تنساوش ديرونا جام وتبارطاجيونا لا فيديو هذه وتخلونا اراءكم في التعليق. سلام.